طلع يلا. انت ايه الموبايلات في الشارع؟ انت فين؟ اديله. انا معيش تليفون. خليه. انت فين يا هادي؟ المول كله خلاص بقى في المنقص، ده مفيش محظوظ في المنقص. انت فين؟ انت في البنك؟ استنى بس بس الارقام. قول له انت فين؟ قول له انت فين؟ قول انت فين يا خالي انت طيب؟ انا دي فين؟ انت فين بالظبط يا خالي؟ انا في الدور الثاني بجوار بحيط الملابس للنينجا. عامل مفتح. عامل مفتح. عامل مفتح. في واحد في الدور الثاني خلصوا لي عليه بسرعه. ايه ده؟ لو انت مش من العصابة اهرب. عصابة؟ اه يبقى اللي كان بيجري ورايا ده كان هو واحد من العصابة اللي بيجري على القطر. اهرب. يا اهرب ايه ده؟ ايه الافلام دي؟ اهرب ازاي ده؟ الواد هادي ابن اختي جوه في قلب البنك جوه. هما جايين عشان يسرقوا البنك. يسرقوا البنك؟ يا خمر اسود. طب انا هعمل ايه دلوقتي يا صغير؟ الوضع عامل ايه حضرتك الظابط؟ سيكيورتي سيكيورتي خبر السويد خبر السويد خبر السويد سيكيورتي خلاص السيكيورتي خلاص دلوقتي موجود فتح. مين معايا حضرتك؟ معاك عميد شرطة عصام السكران. سكران؟ يا عم يا ناصر يا ولان اديني حد جنبك فايق يا كلب. خليك معايا يا تحت. يا سيدي انت خليك انت معايا بس وقول لي انا اعمل ايه دلوقتي في المشكلة اللي انا مظروف فيها دلوقتي دي؟ احنا بره المول ومش هنقدر نقتحم حفاظا على ارواح الرهاء اللي عندك. تحت دلوقتي انت الراجل بتاعنا. انت بتقوم بعمل عظيم. مصر بحواليها الطيبة ونيلها الخالد وسمعتها الحلوة قوي اللي بقالها 7000 يا عم خلاص يا ناقصة يا ناقصة كذب وإفراط علينا. ما احنا عارفين كل الحكاية وكل شوية يطلعوا يقولوا احنا الفراعنة و7000 سنة وانت بتزرطهم لي في قلب السماعة وما شفناش حاجة من الفراعنة دي غير اللعنة بتاعت الفراعنة. الله خلص وقول لي اعمل ايه؟ عايز انقذ نفسي. مفيش خطة يا تحت. مفيش خطة؟ طب اقفل حضرتك الله يسرك. اقفل اقفل يا عم اقفل اقفل اقفل. دي بلد وحياة المصحف الشريف البلد دي ماشية ببركة ربنا مش حد تاني خالص. عاوز اشرب لاتيه. مفيش حد بيبيع لاتيه هنا؟ اه طبعا يا فندم طبعا. اتفضل اتفضل.
تستنى. بطولة مذعة ناكرة للذات، انت انقذت مصر. انقذت مصر؟ طب قول لي مصر بقى، انا عايز اتنكر. وعايز ايه من مصر؟ انا مش عايز حاجة من مصر، انا عايز اعرف مصر عايزة ايه مني. عايز اعرف مصر عايزة ايه مني. خلاص بقى. تحب توجه رسالة للسادة المسؤولين؟ انا عايز اقول لسيادة الرئاسة ان موضوع قناة بورسعيد لازم ترجع منطقة حرة مستقرة زي زمان. عشان عايز اجيب ترنجات وكرسي. ومصر مصر ام الدنيا لازم ترجع زي زمان ايام هضبة سلطان. اتوبيس اهو يا خالي. فين؟ يلا يا عم ده. يلا.